القرار الوحيد لقواتنا هو الحسم. بهذا التوجه قطعت قوات سوريا الديمقراطية الطريق أمام أي محاولات للتهدئة لوقف الاقتتال الدائر منذ 10 أيام مع مجموعات مسلحة تابعة للقبائل العربية المنتشرة على الضفة الشرقية من دير الزور. وعلى الأرض لم يبقى أمام قسد سوى بلدة الذيبان التي توغلت بداخلها لمطاردة آخر المجموعات المسلحة التي رفعت السلاح اعتراضا على عزل قائد مجلس دير الزور العسكري المتهم بضلوعه في مخطط مع القوات السورية للسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا. هذا وقال أحد القادة التابعين لقسد إنهم يأملون في إنهاء الاشتباكات خلال الساعات 24 المقبلة، وبموازاة ما يجري في مناطق قوات سوريا الديمقراطية التي تناصب أنقرة العداء أو تناصبها أنقرة العداء. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العشائر العربية في محافظة دير الزور أصحاب المناطق الأصليون، وأصفاً القوات الكردية بالإرهابيين، كما أضاف أن ما يجري في دير الزور هو تحرك وخطوة للعشائر العربية للدفاع عن أراضيهم. في ذيبان مقاتلين الأشعيطات العشائر نحن الآن في بلدة ذيبان مقابل حقل العمر تمام، متواجدين ما سلمنا شيء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.